الملك سيترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 25 لوفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله. أعلنت وزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس اليوم الأربعاء بضارح محمد الخامس بالرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 25 لوفاة فقيد المغرب جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس أعزه الله بضارح محمد الخامس بمدينة الرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 25 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه يومه الأربعاء 9 ربيع الثاني 1445 هجرية الموافق 25 أكتوبر 2023 ميلادية. وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 6 من هذا المساء.